راح يكون عندنا بالاجنده شورت انترودكشن لخطه الادماج الوطنيه اللي اقرتها الوزاره واقرها مجلس التعليم العالي، واللي بناء عليها صدر حديث النظام لادماج التعلم الالكتروني بمؤسسات التعليم العالي. راح نحكي بعديها مباشره عن الكونسبتس المتعلقه بالبلندد ليرنينج والموداليتيز اللي ممكن اعضاء هيئه التدريس يستخدموها حتى يطبقوا موضوع البلندد ليرنينج بمساقاتهم. راح نركز اكثر على النكست سمستر وايش هم السيناريوز اللي ممكن يستخدموهم او يمروا فيهم او يواجهوهم اعضاء الهيئه التدريسيه اثناء تدريس مساقاتهم، سواء كانت الوجاهيه او المدمجه او الالكترونيه. ونعلق شوي على خصوصيه الفصل القادم من حيث تطبيق نظام الادماج ومن حيث أوامر الدفاع والتباعد وخطة العودة الآمنة. وأخيراً راح نعرج سريعاً على بعض الطرق اللي مستخدمة لإعادة تصميم مساقاتنا حتى تناسب موضوع الـ Blended Learning. طيب، بالنسبة لخطة الإدماج، الهدف الأساسي من خطة الإدماج إنها تمأسس لعملية التعلم الإلكتروني وتعطي إجراءات تنفيذية بسيطة لمؤسسات التعليم العالي حتى يقدروا يطبقوا موضوع التعلم الإلكتروني ويدمجوه بمساقاتهم وخططهم الدراسية من غير ما يأثر هذا الموضوع على مخرجات التعلم والتعليم. مجموعة من المحاور الأساسية اللي تم وضعها بخطة الإدماج، بداية من موضوع الحوكمة وتعديل الأنظمة والتعليمات الناظمة لهذا الموضوع، وزي ما قلت لكم قبل شوي صدر حديثا نظام إدماج التعلم الإلكتروني، نظام رقم 69 لسنة 2021 اللي بمأسس لموضوع إدماج التعلم الإلكتروني بمؤسسات التعليم العالي وما ينبثق عنه من تعديل للأسس والتعليمات الناظمة لهذا الموضوع في الجامعات. موضوع البيداغوجي وأساليب التدريس، وهو من المواضيع اللي كانت مغيبة في تطبيقنا للتعلم الإلكتروني قبل الخطة، لمسنا من خلال الزيارات، الأسئلة، الحالات اللي اطلعنا عليها بالجامعات إنه بمعظم الحالات التكنولوجي is driving the process of delivering online learning، ودائما يتم التصميم بناء على نوعية التكنولوجيا المستخدمة وليس بناء على أساليب التدريس وما يفيد الطلبة ويحافظ على مخرجات التعليم. فعشان هيك كان ضروري جدا إنه نحط مجموعة من المفاهيم الأساسية اللي الكل يعتمد عليها. إيش يعني مفهوم تعلم إلكتروني؟ إيش يعني مساق مدمج؟ إيش يعني برنامج متنوع أو ممازج بين هاي المساقات؟ كيف لازم نعدل الأسسمنت ميثودز اللي موجودة بالتراديشنال كورسز حتى تتواءم مع الأساليب التدريس الحديثة؟ ومنه انطلقنا لأهمية الريديزايننج للكريكولم. الحقيقة المساقات اللي تم تصميمها سابقاً كلها صممت حتى تعطى بطريقة تقليدية، بطريقة التراديشنال أو على الأقل تكنولوجي إنيبلد، يعني النظام إدارة التعلم الإلكتروني أو الإي ليرنينج سيستم موجود بالجامعة من 2007 ويعطى ويتم إنشاء لجميع المساقات صفحة على الإي ليرنينج ويترك الخيار لعضو هيئة التدريس من ناحية استخدامه أو عدمه، هذا طبعاً قبل الجائحة. لكن لم يتم تعديل أو إعادة تصميم الخطط من ناحية المحتوى، من ناحية الأهداف التعليمية، من ناحية التكنولوجيا المستخدمة، من ناحية السبورت للطلبة، وكذلك أساليب التقويم واستخدام أساليب تدريس حديثة. هذا كله لم يتم تعديله على مستوى الخطط الدراسية حتى نقدر نتبنى أساليب تدريس حديثة زي التعلم الإلكتروني بنوعيه طبعاً الإلكتروني بالكامل والمدمج.
زي ما لمسنا جميعا موضوع التريننج للفئات اللي معنيه بالموضوع من اعضاء هيئه التدريس من الطلاب وكذلك الكادر الاداري والفني العامل على هذا الموضوع تم التركيز عليه ووضعت طبعا خطط تدريبيه من قبل وزاره التعليم العالي لتدريب مجموعه من المدربين من الجامعات الاردنيه واللي بدورهم راح يعقدوا ورش تدريبيه. قمنا بتدريب أو باستغلال هاي البرامج التدريبية، دربنا مجموعة من أعضاء مركز التعلم الإلكتروني الكادر الإداري والفني، وعقدوا في الجامعة مجموعة من الورش. الأسبوع الماضي كان عندنا ورشة بناء على الورشة التدريبية اللي حصلوا عليها من التعليم العالي، والأسبوع القادم إن شاء الله راح يكون عندنا ورشة متقدمة بتركز أكثر على موضوع تصميم المساقات للبلندد ليرنينج والباكورد ديزاين أو الانستركشنال ديزاين اللي راح نرجع نعرج عليها اليوم بآخر الورشة. ورجاء من جميع الأطراف ذات العلاقة وخصوصا أعضاء هاي التدريس اللي راح يدرسوا الفصل القادم مساقات أونلاين وبلندد إنهم يسجلوا لهاي الورشة لأهميتها حتى نقدر نمشي كلياتنا مع بعض على تعديل الخطط وتطبيق أساليب تدريس الحديثة بالطريقة السليمة. موضوع الانفراستراكشر والتكنولوجي المستخدمة من أهم كمان المواضيع اللي لازم التركيز عليها حتى ما نجلد ذاتنا. الجائحة جبرت جميع الجامعات إنها تقطع شوط بهذا المجال، والتعليم العام والتعليم العالي قطع شوط كبير بمجال تطوير الانفراستراكشر. معظم أنظمة التعلم الإلكتروني وخدمات التعلم والتعليم المستخدمة موجودة على الكلاود، وهذا ما كان موجود قبل الجائحة ولا كان يستخدم. صار في عندنا تركيز أكثر على جودة الخدمة، على الاستيبيليتي للخدمة، وكيف ممكن إنه نوظفها بطريقة أكثر من ناحية البنى التحتية وكذلك الخدمات اللي بيتم تبنيها وشرائها والتدريب عليها. لا نغفل موضوع الكواليتي أشورنس. موضوع الكواليتي أشورنس موضوع كثير مهم اللي لمسناه أثناء الجائحة، إنه كان التركيز على استمرار عملية التعلم والتعليم من خلال إمرجنسي بلان لاستمرار عملية التعليم والتعلم عن بعد، مع تركيز قليل أو لا يكاد يذكر على موضوع الجودة. وطالما أنه الامتحانات بتتم عن بعد ولا يمكن السيطرة عليها، موضوع الجودة لا يمكن إتمامه، وهذا كلياتنا متفقين عليه. يعني ما في داعي أنه نناقش هل كانت الفترة الماضية مخرجاتها ذات جودة عالية ولا لا. يعني مجرد أنه نقول أنه امتحاناتها الإلكترونية عن بعد لم تكن مراقبة بالطريقة الصحيحة، ولم يتم السيطرة عليها لمنع محاولات الغش بالطريقة الصحيحة، هذا وحده كافي إنه نقول إنه في عنا جاب واضحة جدا باللي صار أثناء الفترة الماضية من ناحية الكواليتي. الآن الخطة تبنت يعني إدماج نوعين من المساقات الإلكترونية، المساقات الإلكترونية الكامل عن بعد وبنسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد عن 20% لجميع الخطط الدراسية بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا. كذلك البلندد كورسز اللي هي المساقات اللي تمازج أو تمزج بين الترديشنال way of teaching مع الأونلاين تيتشينج عن بعد كامل عن بعد، وهذه نسبتها بين 30% وال 60%. هذا السلايد للخطة قبل النظام. طبعا النظام الآن حدد النسبة الدنيا ب 30% ولا تزيد عن 50% للتخصصات الإنسانية، وبقية التخصصات راح تكون بالطريقة التقليدية اللي احنا متعودين عليها، الفيس تو فيس كلاس روم تيتشينج داخل الحرم الجامعي والغرفة الصفية. طبعا حتى نضبط الأمور بطريقة أكثر وما يكون في عنا خلينا نحكي اختلافات بتأثر على الجودة حال المرحلة اللي كانت قبل الجائحة وأثناء الجائحة،
الديليفري مود للاونلاين كورسز والبلندد كورسز بيتم بثلاث طرق رئيسيه 2+1 1+1 and 1+2، راح اعرج عليهم الان بالسلايد القادم. باقي انه نحكي انه الخطه تم وضعها حتى تكون على مدى ثلاث سنوات وبشكل متدرج، يعني الجامعات مش مطالبة من الفصل القادم إنها تحقق جميع هاي النسب اللي موجودة قدامنا على السلايد، بس لازم تتدرج بالتطبيق طبعاً مع تغذية راجعة لهيئة الاعتماد والوزارة لتعديل الأسس والتعليمات اللي تدير هاي العملية من قبل الوزارة وهيئة الاعتماد، وكذلك الأسس والتعليمات المطبقة في الجامعات نفسها. لما نحكي 2+1 أو 1+1 بالمساقات الإلكترونية الكاملة عن بعد، 2+1 يعني عنا إذا كانت المحاضرة أحد ثلاثاء خميس بيكون عنا محاضرتين متزامن الحضور باستخدام الزوم التيمز أو أي فيديو كونفرنسينج تول، والمحاضرة الثالثة بتكون غير متزامنة الحضور عبارة عن أنشطة أو أكتيفيتيز بتعزز عملية التعلم اللي تمت بالمحاضرتين السابقتين. 1+2 بيكون في عنا محاضرة واحدة من أصل ثلاثة متزامنة الحضور ومحاضرتين غير متزامنة الحضور، وهذا من أصعب النماذج تطبيقاً لأنه تصميم الجزء غير المتزامن الحضور هو الأصعب لأعضاء الهيئة التدريسية. يريد نعمل ميوت إذا تكرمتوا، وبيأخذ وقت أكبر من أعضاء الهيئة التدريسية حتى يغطوا هذا الجانب. أو النموذج الأخير اللي هو مناسب لما يطرح حالياً من جدول دراسي في جامعة العلوم والتكنولوجيا، محاضراتنا تطرح أحد ثلاثاء واثنين أربعاء، محاضرة متزامنة الحضور ومحاضرة غير متزامنة الحضور. بالنسبة للمدمج بمازج طبعاً زي ما حكينا بين الوجاهي، والوجاهي هو متزامن الحضور والإلكتروني غير متزامن الحضور حسب ما ورد بالنظام، ولكن في أيضاً فليكسيبيليتي أعطيت للجامعات بهذا الجانب، والإدارة العليا واللجنة اللي بتتابع الإدماج وجهت الجميع أنه يستفيد من هاي الفليكسيبيليتي في جانب الغير متزامن إذا ارتأى عضو هيئة التدريس اللي بيدرس المادة أنه الجانب الإلكتروني من مادته البلندد أو المدمجة يكون متزامن وبعيداً طبعاً عن الأنشطة والأكتيفيتيز اللي لازم يوفرها للطلاب على نظام إدارة التعلم الإلكتروني. هذه السيناريوز راح نرجع لها في الجزء الثالث من هاي الورشة ونحاول نغطيها بسيناريوز واضحة داخل الغرفة الصفية وخارج الغرفة الصفية. الآن زي ما حكينا إنه الجزء اللي حالياً الجامعة أو الجامعات الأردنية مطالبة إنها تركز عليه بعد ما تم تحديد أنواع التعلم اللي مطلوب إدماجها بالتعلم العالي من التعلم الإلكتروني الكامل عن بعد والمدمج، إنها تراجع الخطط والبرامج الموجودة فيها. طبعاً مراجعة وتعديل الخطط الدراسية تم بجامعة العلوم والتكنولوجيا، جميع الأقسام قامت بتعديل الخطط اللي موجودة إلها وحددت المساقات التي سيتم طرحها اعتباراً من الفصل القادم بنوعي الكامل عن بعد أو الإلكتروني الكامل عن بعد والمدمج، وتم تعديل برمجية بناء الجدول الدراسي من الإخوان في مركز الحاسب والتسجيل، مشكورين على سرعة استجابتهم اللي أتاحت طبعاً للكليات جميعها إنها تعدل الخطط الدراسية بشكل سريع ويوثق على نظام الجدول الدراسي في الجامعة ويطرح بسهولة طبعاً من خلال طرح الجدول الدراسي اللي بيشوفوه الطلاب وبيسجلوا عليه. الآن المرحلة اللي تليها وهذه جزء طبعاً من
الشيء اللي مطلوب منا نشتغل عليه خلال الفترة القادمة للبرامج والخطط، مراجعة البرامج والخطط. لازم الآن نشتغل أكثر على موضوع تسميم صفحات المساقات الإلكترونية وطرق التفاعل المستخدمة بالجانب غير المتزامن اللي راح يدرسوه الطلاب، سواء كان بمساقاتهم الإلكترونية الكاملة عن بعد أو بالمدمجة. وأيضا تصميم وتحديد المساقات المتزامنة لازم يكون واضح للطلاب من بداية الفصل، إيش راح تكون المساقات المتزامنة أو اللقاءات المتزامنة وماذا تغطي من السيلبس. وعشان هيك الآن المرحلة القادمة لجميع أعضاء الهيئة التدريسية اللي الراغبين بالتدريس بطريقة البلندد أو الأونلاين لازم يراجعوا السيلبس للمادة، طبعاً بناءً على المعلومات اللي راح نشوفها اليوم والورشة بالأسبوع القادم، ويحددوا اللقاءات المتزامنة من البداية إيش راح تغطي من المادة، وكذلك اللقاءات غير المتزامنة وإيش أهم النشاطات والتفاعل اللي بدهم يمروا فيه الطلاب، سواء كان تفاعل مع المدرس، تفاعل مع الطالب، والطالب تفاعل مع المحتوى والطالب وهكذا. هذه جميعها أنواع التفاعلات يجب تغطيتها بمساقاتنا الإلكترونية والمدمجة. ما بدنا نعقد الأمور ونبين إنها يعني صعبة، ولكن زي ما قلنا هاي الخطة إجت بالتدريج وبالتدرج، ويجب إنه يتم عنا مراجعة للمساقات الإلكترونية والمدمجة على الأقل مرة كل فصل لمدة لا تقل عن 3 إلى 4 فصول متتالية، حتى نقدر نضبط تصميم مساق سليم يعتمد من قبل لجنة الخطة في القسم والجامعة، ويتم التحديث عليه باستمرار حسب الحاجة. الآن الموضوع الأهم اللي هو واللي ماخذ جزء أكبر بخطة الإدماج، النسبة الأعلى من 30 إلى 50% من الخطط راح تكون blended courses. فبدنا نعلق أكثر على موضوع blended learning وإيش أهم الموداليتيز اللي موجودة فيهم. طبعاً كلنا بنعرف على يمين الشاشة التراديشنال way of teaching اللي هي الface to face، والface to face هذا النموذج يعني هو الذي طبعاً كان يدرس بالغالب في جميع الجامعات الأردنية قبل الجائحة، والجزء اللي تم اعتماده أثناء الجائحة اللي هو الإمرجنسي ريموت تيتشنج مش موجود من ضمن الأربعة اللي قدامنا، لأنه لا يعتبر أونلاين ليرنينج as a أونلاين ليرنينج تكنيك بمفاهيمه اللي مطلوبة من ناحية طبعا الثيوري، ولكن هو كان بناء زي ما حكينا على خطة طارئة واستمرار لعملية التعلم والتعليم. ففعليا اللي تم انه احنا جميع محاضراتنا اللي كانت تعقد وجاهيا عقدناها عن بعد بطريقة متزامنة باستخدام الفيديو كونفرنسينج تولز زي الزوم والمايكروسوفت تيمز وغيرها من التكنولوجي اللي تم استخدامها من اعضاء التدريس. البلندد ليرنينج هو الاقرب للتراديشنال، وهون نستخدم التكنولوجي تو كومبلمنت العمليه التعليميه وتضيف لخبرات الليرنينج اكسبيرينسز اللي بدهم يكتسبوهم الطلاب. ف وي ادوبت التكنولوجي اف اند اونلي اف اذا فيها ادد فاليو للليرنينج اكسبيرينس للطالب. ما بنيجي بنقول فور ذا سيك اوف تكنولوجي بدنا نستخدم التكنولوجي في التعليم، وهون هذا اللي كان يؤخذ على العمليه الاونلاين والبلندد ليرنينج قبل الخطة، إنه الآن كل ما تم تبني تكنولوجيا جديدة أو شراء تكنولوجيا جديدة أو مشروع مدعوم وفر لنا تكنولوجيا جديدة بنحاول نطبقها. فكانت العملية driven by technology وليس by pedagogy and real need. الهايبريد أقرب للأونلاين، والهايبريد بيوفر جميع المحاضرات بالشكلين، الأوفلاين اللي هو التراديشنال والأونلاين، وبيعطي flexibility أكثر للطالب إنه يختار أي نوع من النوعين بحب يشوف المحاضرة. مثلا لو كان عندنا محاضرة بالغرفة الصفية ومعمولة live streaming للطلاب،
الطالب بيقدر يختار بين حضور اللايف ستريم من برا الكامبس او يختار من جوا الغرفه الصفيه. هذا معنى الهايبريد او الفلكسبيليتي اللي بيعطينا اياه الهايبريد. طبعا هذا النوع تطبيقه بالجامعات الاردنيه بحاجه الى مراعاه للتعليمات والانظمه، لانه احنا ما بدنا نتحول لمساقات مدمجه عن بعد وتعطي الحريه للطالب وبعدين الطالب ما يحضر للغرفة الصفية، وإنما نقدر نستفيد من هاي الفليكسبيليتي وخصوصا بالظروف الطارئة زي مثلا الفصل القادم. الأونلاين جميع المحاضرات تعطى من خلال المنصة الافتراضية وبشكلين، إما متزامن الحضور أو غير متزامن الحضور، وما في داعي لوجود الطالب والمدرس في مكانين أو في مكان واحد في زمان واحد، يعني ما بيكونوا خلينا نحكي فيزيكلي افيلبل بالكامبوس لاعطاء محاضره، وانما ممكن يكونوا سينكرونس ليكتشر باستخدام المايكروسوفت تيمز او اسينكرونس باستخدام اكتيفيتيز يتم اضافتها وتصميمها للمساقات الالكترونيه. البليندد ليرنينج له عديد من الموداليتيز او المودلز اللي ممكن تطبيقها، وحتى ما نضيق الواسع ونضيق على الجميع، ما راح يكون في تحديد لنوع من البليندد ليرنينج انه يطبق داخل الجامعه، وانما يترك لعضو هيئه التدريس اختيار الاسلوب الانسب لمساقه. وكلنا بنعرف التنوع من ناحيه التخصصات الموجوده عندنا بالجامعه، وحتى ما نروح للإكستريم ريزيستنس ونقول هذا الأبروتش ما بيناسبني، لا، منحاول نكيف المودلز ونجمع بين هاي المودلز بطريقة حتى نقدر نستغل الفائدة من البليندد ليرنينج والأونلاين ليرنينج بمساقاتنا الجامعية. فمثلا بالستيشن روتيشن في عندنا جزء من المساق بيكون عندنا معطي أونلاين إنستركشن، بعدين بنتقلوا الطلاب ل teacher led instruction اللي هو face to face، وبعديها بيروحوا ل collaborative activities project based. بعتقد في عدد كبير من المساقات بالجامعة وخصوصا بالدراسات العليا بتتبع هذا الأسلوب من التدريس، طبعا قبل ال online instruction. يعني كنا نغطي على التو موداليتيز، انه التيتشر ليد انستراكشن وفي عندنا كولابوراتيف بروجكت يشتغلوا عليه الطلاب ويسلموا بالنهايه بروجكت. الهندسات، هندسه العماره، كليه الاي تي، المساقات الطبيه بيشتغلوا على الكيسز بهذا الاسلوب. ف يعني بدي احكي انه معظم مساقات الجامعه وحتى ولو لا تسمى يعني وحتى ما يعني اذا ما سميناها بروبلم بيست او بروجكت بيست كورسز، هي بتطبق هذا النوع من الابروتش. الجزء اللي بدنا نضيفه عليها انه نقتطع جزء من طريقه التدريس التقليديه ونحاول نعطيها اونلاين انستراكشن. طبعا بماثله موضوع الانديفيدوال روتيشن، الفرق الوحيد انه ما بنتقلوا جميع الطلبه من مرحله لمرحله بناء طبعا على تصميم المساق، وانما بنتقل الطالب بناء على اختياره من مرحله لمرحله، وهذا النوع باعتقادي ما راح يكون مناسب للمساقات في الجامعة. ممكن نستفيد منه في بعض حالات الـ خلينا نحكي تعزيز الراوندز بالمستشفيات أو تعزيز التعلم بالمساقات العملية اللي فيها انتقال من مرحلة الانستركشن للتطبيق العملي أو لحضور مساق إلكتروني بالكامل غير متزامن الحضور، حتى أنا أستفيد وأعزز من كطالب طبعاً أستفيد من المعلومات اللي ممكن أحصل عليها من أمور أخرى غير القاعة الصفية والغرفة الصفية. الفليبد كلاس روم والإنريتشد فيرتشوال بليندد ليرنينج، طبعاً الفليبد كلاس روم بعكس بطريقة بسيطة بين التدريس اللي كان موجود بالتراديشنال. إحنا مندرس الماتيريال بالتراديشنال والهوم ووركس بالبيت، يعني البراكتس والهوم ووركس كلها بتتم اوتسايد الكلاس روم. الان خلينا نعكسهم، نوفر للطلاب جميع المحاضرات والماتيريال اونلاين، وداخل القاعه الصفيه
نيجي لحل المشاكل والعمل على الاساينمنتس اما individually او collaboratively، ونناقش الجابس ونخلي الطلاب يعملوا شيء بنسميه ريفليكشن على الاندرستاندينج والاكسبيرينسز اللي انبنت عندهم من مشاهدتهم وحضورهم للماتيريال قبل بيوم. فممكن الطالب يشوف المحاضرة فيديو بيست ويجي على القاعة الصفية من خلال النقاش والاكتيفيتيز اللي بيشتغلوا عليها بالقاعة الصفية، ببين عنا الجابس اللي موجودة عند الطلاب وممكن نركز عليها ونعززها بمحاضرات ممكن تكون teacher led instruction، يعني ونمازج بينها وبين الستيشن روتيشن بالنوع الأول حتى نقدر نعمل complementary للابروتش ونعزز إمكانية تغطيته للماتيريال. الانريتشد أقرب للأونلاين instruction، بس التيتشر ليد زي ما حكيت لكم بيكون supplementary، يعني فقط من خلال متابعتنا للأناليتكس اللي بتجينا من الطلاب سواء كان من الفورماتيف اسيسمنت او من الريتنشن ريت للماتيريال او النسب الحضور الفيديوهات والمشاركه بالاكتيفيتيز، ممكن انا احدد مجموعه من الجابس وانادي الطلاب لمحاضره متزامنه ب اما الكترونيا او بالكامبوس ونحاول نغطي هاي المفاهيم اللي فيها مشاكل قريب من موضوع الأوفيس أورز اللي بيغطوه أعضاء الهيئة التدريسية قبل الجائحة وما زالوا مستمرين عليه. يعني بنحاول نجاوب على أسئلة الطلبة ونشوف وين الجابس اللي موجودة عندهم. إذا زي ما حكينا في عندنا طبعا هذول أربعة أنا اخترتهم من أصل ستة أو سبعة من الموداليتيز اللي موجودة للبلندد ليرنينج، تركت لكم بهذا السلايد الديفينيشنز لهم كلهم. يعني موضوع انه نحدد اي نوع هو الانسب يترك دائما لعضو هيئه التدريس، لانه عضو هيئه التدريس هو السبجكت ماتر اكسبرت، ما حدا بيقدر يعوض عنه بالمساق الالكتروني بتصميم المساق الالكتروني او المدمج. ما بنقدر نيجي نقول اليوم انه والله اعطوا المساق لمركز التعلم الالكتروني، خلي الانستركشنال ديزاينرز اللي موجودين بالجامعة يساعدونا بهذا الموضوع وصمموا المساق من A to Z من غير ما يكون subject matter expert اللي هو مدرس المساق ومنسق المساق heavily involved بهاي البروسيس. دائما مدرس المساق هو المرجع الأساسي لتحديد الأجزاء والأهداف اللي راح يتم التأثير عليها أو تعديلها أو طرحها بالطريقة الإلكترونية أو المدمجة. طيب السؤال اللي بيأرق الجميع الآن، كيف راح يكون السيناريوز بالنكست سمستر؟ النكست سمستر له خصوصية إنه راح نباشر اعتباراً من الفصل القادم تطبيق خطة الإدماج، فراح يكون عندنا ثلاث أنواع من المساقات: الوجاهية بالكامل اللي هي تراديشنال زي ما كنا قبل الجائحة، راح يكون عندنا البلندد اللي بتمزج بين التراديشنال والاونلاين وبنسبه اكبر من النوعين الثانيين، وراح يكون عندنا الكامل عن بعد او الاونلاين ليرنينج. الان في عندنا مجموعه من السيناريوز، وبنفس الوقت في عندنا ظرف طارئ استثنائي لازم يكون عدد الطلبه اللي موجودين بالقاعه الصفيه حتى نحد من انتشار الوباء ونضمن العودة الآمنة للجميع ويكون الجميع إن شاء الله بخير وسلامة. ممنوع يزيد عدد الطلبة الموجودين فيزيكلي بالقاعة الصفية عن نصف مقاعد هاي القاعة، وبنفس الوقت لازم نحافظ على إعطاء المساق بالنوع اللي تم الاتفاق عليه بالخطة سواء كان وجاهي مدمج أو إلكتروني بالكامل عن بعد. وطبعا الالكتروني الكامل عن بعد ما في اي مشكله، فموضوعه مش موضوع الورش اليوم ولا موضوع النقاش، باعتقادي ما حدا عنده فيه مشكله، واي حدا عنده فيه مشكله رجاء ان يتواصل معنا على المركز واحنا جاهزين نساعد الجميع قبل بدء الفصل واثناء الفصل
بإعادة تصميم المساق حتى يتناسب مع الأنواع الثلاثة. الآن المقترح أو الأسس اللي تم تبنيها من قبل مجلس العمداء وتم تعميمها على الجميع، بدنا نركز فيها على مجموعة من النقاط الأساسية. التركيز طبعا على المحاضرات الوجاهية اللي فيها المشكلة مع التباعد، يتم تقسيم الطلاب إلى مجموعتين. طبعا تم من ضمن الأسس أنه الاتفاق على أنه راح تكون محاضراتنا أحد ثلاثاء واثنين أربعاء، وفتح فترة مسائية بعد الخمسة، الخمسة ثمانية، للمحاضرات الإلكترونية عن بعد بالكامل متزامنة الحضور. إذن اللي تم الاتفاق عليه من ناحية الجدول الدراسي أحد ثلاثاء اثنين أربعاء محاضراتنا على الجدول الدراسي، وفتح فترة مسائية من الخمسة للثمانية مساء للمحاضرات الإلكترونية متزامنة الحضور كامل عن بعد. طيب الأسس جاءت كالآتي: يتم تقسيم الطلاب إلى مجموعتين بحيث لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية للقاعة الصفية المحجوزة للمساق. بتدرس إحدى المجموعتين وجاهياً في أحد الأيام والثانية عن بعد، وفي اليوم الثاني بتدرس المجموعة الثانية وجاهياً، واللي كانت وجاهياً في اليوم الأول بتصير عن بعد كما في الجدول اللي موجود قدامكم تحت الأسس. طبعاً الأسس تم تعميمها على الجامعة جميعها. النقطة كمان اللي بتأكد على هذا الإجراء إنه يتم التعديل على الجدول الدراسي بحيث يخصص لكل مجموعة شعبة على الجدول الدراسي، وتطرح الشعب المجموعات في الوقت نفسه. إذا بالنسبة للمساقات اللي راح تكون وجاهية أو بلندد، راح يكون في عنا لنفس المساق زي ما احنا شايفين بالجدول اللي تحت، هذا مأخوذ من الجدول الدراسي لإحدى المواد اللي تطرح في كلية الاي تي، وهذه المادة تطرح بشكل وجاهي حتى نقدر نغطي العدد اللي ممكن يسجل لها اللي هو ممكن يتجاوز 100 طالب. تم تقسيم الشعبة إلى مجموعتين، المجموعتين أعطيوا بنفس الـ الوقت. إذن هون المجموعتين بنفس الوقت حد ثلاثاء، وحتى نعكس ثلاثاء حد، والمجموعة اللي راح تكون وجاهياً يوم الأحد، وجاهياً يوم الأحد راح تكون إلكترونياً طبعاً اليوم الثلاثاء، والمجموعة اللي كانت إلكترونياً يوم الثلاثاء راح تكون وجاهياً يوم الأحد. تمام؟ إذن هذا النوع أتاح لنا من خلال تسجيل الطلبة، وطبعاً هذا سهل علينا كأعضاء هيئة تدريسية إنه ما أجي أنا كمدرس وأقسم الطلاب وأقول أنتوا بتداوموا يوم الأحد وأنتوا بتداوموا يوم الثلاثاء. فهذا تنظيمه من ناحية الجدول الدراسي وإلزام الطلاب بالتسجيل عليه وترتيب جداولهم الدراسية بهاي الحالة، على الأقل سهلت علينا كأعضاء هيئة تدريسية إنه إحنا ما نيجي نقسم الطلاب جوا المساق على اليومين، وهذا يعني من الأمور اللي تحسب للتسجيل، ومركز الحاسب مشكورين اللي استجابوا سريعاً للخطة الطارئة اللي تم الاتفاق عليها والأسس اللي تم تعميمها، ووضعوا هاي التعديلات سريعاً وسمحوا للأقسام إنها تنزل مساقاتها بهذا الشكل. الآن خلينا نبلش بالسيناريوز وبناء على نوع المساق. فالآن راح نأخذ مجموعة من السيناريوز للمساق الوجاهي فقط، يعني المساق اللي مطروح وجاهيا بسبب الظروف الطارئة في الفصل القادم كيف راح يكون السيناريوز تبعته. السيناريو الأول إنه عدد طلابك للمساق كاملا أقل من نصف ساعة القاعة، هون أنت ما عندك أي مشكلة، بتدرس بنفس الأسلوب اللي كنت تدرس فيه قبل الجائحة. إذن تدريس face to face كما كنا متعودين قبل الجائحة، بشرط إنه يكون عندنا عدد الطلاب اللي موجودين في المساق
أقل أو يساوي طبعاً نصف سعة القاعة، يعني بيحقق التباعد ومنع انتشار العدوى. طيب المشكلة الأهم أو اللي لازم نركز عليها، what if إنه المساق عدد طلابه كالغالب، يعني كغالبية المساقات أكبر من سعة، أكبر من نصف سعة القاعة. الآن في عنا طرحين، وهذولا الطرحين ممكن اعتمادهم من قبل عضو هيئة التدريس. طبعاً بيعتمد الطرحين على المادة، بيعتمد على نوع المادة، بيعتمد على عضو هيئة التدريس، وكذلك على جهوزية القاعات الصفية اللي رح نجيها كمان شوي ونحكي عنها. فإذا كنا بنحكي عن حل هاي المشكلة بطريقة متزامنة الحضور، بيوم الأحد رح يكون عندنا فيس تو فيس، ويوم الثلاثاء كمان رح يكون عندنا فيس تو فيس، فما في عندنا واحد من الأيام إلكتروني بالكامل، رح يكون عندنا لأنه المساق أصلاً نوعه فيس تو فيس وجاهي. فرح يكون عندنا explanation لtopic X مثلاً من chapter 1 لجروب A، وجروب B عن بعد معمول لهم live streaming مباشرة من القاعة الصفية. تمام؟ طبعاً معنى live streaming إنهم رح يكونوا على التيمز أو على الزوم أو على أي فيديو conferencing tool تستخدم حالها حال ما تم استخدامه أثناء فترة الجائحة، والجميع متعودين على هذا النوع من الاستخدام. إذن رح يكون عندنا الشرح داخل القاعة الصفية للtwo groups للمجموعتين، بس واحدة من المجموعات فيزيكلي موجودة بالقاعة الصفية اللي هي جروب A، وبنشرح لها توبيك X، وجروب B بتشوفه عن بعد. في اليوم الثلاثاء ما منعيد لجروب B توبيك X، لا بنشرح توبيك Y، بنستمر في التدريس وبصير عندنا اللايف ستريمينج لجروب A. وهذا الابروتش أقرب للهايبريد ليرنينج اللي حكينا عنه قبل شوي، مع اختلاف وحيد إنه الجروبس هاي محددة مسبقاً وما في عنا فليكسيبيليتي، خلينا نحكي عالية من ناحية الحضور والغياب، إنه نيجي نحكي للطالب ما بتحب تحضر وجاهي روح احضر اللايف ستريمينج، حتى نضمن إنه يكون في عنا عودة للطلبة وحضور للمحاضرات. طبعاً outside the classroom بيكون في عنا ماتيريال تعزيزية للtopics، حالنا حال الفصول السابقة زي ما قلنا technology enabled، عندي نظام إدارة التعلم الإلكتروني e-learning عليه صفحة للمساق، بقدر أضيف عليه للطلاب إذا بحب extra reading material أو supplementary material، وبنفس الوقت في عندي assessment اللي ممكن يكون في عندي quizzes, assignments, homeworks اللي هو formative assessment بنوعيه طبعاً graded وال informal، حتى نقدر نساعد الطلاب على متابعة المساق والتعلم ونتأكد من الجابس ونعطي فيدباك سريع للطلاب قبل ما يقطعهم الوقت. هلا إذا كنا نحكي عن asynchronous approach، نفس الابروتش، الفرق الوحيد إنه ما في عندنا live streaming مباشرة للجروب الثاني، فجزء live streaming اللي كان هون تم ترحيله للoutside class على شكل ريكوردينج للمحاضرة. فإما هاي المحاضرة من نعملها ريكوردينج أثناء شرحها بالقاعة الصفية، أو بيكون إلها فيديوهات سابقة موجودة عند عضو هيئة التدريس، وزي ما بنعرف معظم المساقات تم تصويرها والأسس والتعليمات اللي اشتغلنا عليها بالفصول السابقة ألزمت أعضاء هيئة التدريس إنهم يسجلوا المحاضرات اللي بيدرسوها عن بعد ووفروها للطلبة، ففي عندنا تسجيل مسبق، فيترك الخيار ممكن أنت تسجل أثناء المحاضرة وتوفر الريكوردينج للطلاب outside classroom، ما يكون عندنا متزامن إذا هذا النوع بناسبك، نركز على إنه هو asynchronous وface to face. ونفس الإشي الجروب اللي كان هون، نفس الإشي اللي كان معموله live streaming حطينا له الريكوردينج outside class، وبالطريقه الاعتياديه supplementary material والassessment، هذه حريه لعضو هيئه التدريس انه يستخدم مساقه
صفحة المساق اللي موجودة على الموديل بالطريقة اللي هو بيشوفها مناسب. الآن بالبلندد ليرنينج كورسز الوضع مختلف شوي. زي ما بتعرفوا انه البلندد ليرنينج كورس اذا كنا نحكي مثلا عن 1+1 ديليفري مود، يعني اذا انا ما عندي محاضرة وجهية ومحاضرة الكترونية ومحاضرتي احد ثلاثاء، فممكن يكون عندي الاحد وجاهيه والثلاثاء غير متزامنه الحضور الكترونيه او متزامنه الحضور الكترونيه. تمام. فالان اللي احنا بدنا نحكي فيه انه ممكن عضو هيئه التدريس اللي ما بده يفوت بسيناريوز البلندد اللي موجوده هلا وحابب انه يعطي بالاسلوب الهايبريد اللي كان قبل شوي، هذا ايضا يعتبر بلندنج للتكنولوجي باستخدام الكورسز، وبصير انه يستخدم بالابروتش اللي قبل. بس اللي بيقول لك انه انا مساقي البلندد راح يكون جزئين، جزء وجاهي داخل القاعه الصفيه وجزء غير متزامن، راح يمر على السيناريوز اللي موجوده الان. الان اذا كان بده يعطي يوم الاحد، خلينا نحكي محاضره احد ثلاثاء، إذا كان بده يعطي يوم الأحد وجاهي داخل القاعة الصفية، بيشرح المحاضرة اللي هي topic X from chapter 1 للطلاب اللي موجودين عنده بالقاعة، وطبعاً عدد طلابه أقل من نصف ساعة القاعة، فما عنده مشكلة تباعد، وبالتالي هو بيشرح للجميع. تمام؟ بيشرح لهم جزء الـ topic X من chapter 1، بعدين يوم الثلاثاء عنده محاضرة متزامنة الحضور. لما بنحكي عنده محاضرة متزامنة الحضور، معناته بده يدخل على التيمز ويعطيها للطلاب، فممكن يكون بمكتبه وبيعطي هاي المحاضرة. الآن الطلاب قبليها ممكن يكون عنده محاضرة متزامنة الحضور أو بعديها محاضرة متزامنة الحضور، يعني سوري فيس تو فيس، فصعب إنه يحضر المحاضرة أونلاين. وعشان هيك الأسس فتحت فترة مسائية للمحاضرات الإلكترونية متزامنة الحضور إنها تكون من الساعة 5 للثمانية مساء. فأي حدا مساقه الإلكتروني، تمام؟ الجزء الأول وجاهي والجزء الثاني إلكتروني متزامن الحضور، يفضل تكون محاضرته متزامنة الحضور بعد الساعة 5 أو أيام الخميس إذا ما بتتعارض مع الطلاب من ناحية اللابات وغيره، تمام؟ فهو بيشرح topic X يوم الأحد وبيشرح topic Y يوم الثلاثاء، يعني بيكمل ما بيضطر يعيد نفس الماتيريال للكلاس. ونفس الإشي عندك المنصة التعلم الإلكتروني يمكن استخدامها للسبلمنتري ماتيريال والأسسمنت. الآن what if إنه كان عدد طلابه أكبر، سوري هاي أكبر من نصف ساعة القاعة، هاي أكبر من أو أقل من نصف ساعة القاعة asynchronous. الآن بشرح المحاضرة عادي لجميع الطلاب يوم الأحد وجاهي، هذه راح تكون وجاهي يوم الأحد. الثلاثاء راح يكون أونلاين بس ما راح يطلع معاهم synchronous بعد الساعة 5، راح يوفر لهم supplementary أو راح يشرح لهم، يعني الجزء اللي كان هون هذا كان هون اترحل ل فيديو بيست asynchronous، فصار موجود على نظام إدارة التعلم الإلكتروني على الإي ليرنينج وبيقدر الطلاب يشوفوه. طبعا مع التركيز في حالات الاسينكرونس إنه يكون في عنا supplementary material، لأنه أنت ما بتدرس وجاهيا، فممكن الطلاب ما يفهموا جميع الأمور اللي أنت بدك تعلق عليها. ويفضل دائما إنه يكون في عنا أنواع formative assessment زي discussion forum اللي منناقش فيه مع الطلاب، أو على الأقل منتيح للطلاب إنهم يسألوا عليه أسئلة، ونفتح نقاش إلكتروني على نظام إدارة التعلم الإلكتروني ونجاوب على استفسارات الطلاب. الآن هذيك كانت إذا كان عدد طلابك أقل من نصف ساعة القاعة وما عندك أي مشكلة. الآن what if إنه طلابك بمساق البلندد عددهم أكبر من نصف ساعة القاعة وانت بدك تدرس مساقك اونلاين، جزء البلندد اللي هو الجزء الثاني من المساق. فبالويك الاول راح يكون عندك محاضره يوم الاحد
you will explain topic one from chapter one for group A. طبعا live streaming لا group B اللي هم ما راح يكونوا موجودين معك. بيوم الثلاثاء بتطلع معاهم كلياتهم محاضرة إلكترونية على التيمز من الخمسة للثمانية group A and B كلياتهم. فهون أنت شرحت الجزء الأول من المحاضرة وجاهيا داخل القاعة الصفية لجروب A وجروب B عن بعد. تمام؟ الآن الـ next week اللي كانوا عن بعد بيصيروا داخل القاعة الصفية. فبسنداي بطلع معاهم، تيوزداي أنا كنت طالع معاهم كامل إلكتروني عن بعد، بسنداي بطلع معاهم كامل إلكتروني عن بعد حتى أعطي لجروب B إمكانية إنه يكون موجود بمحاضرة وجاهية. هون كان عندنا A موجود بمحاضرة وجاهية، الآن صار جروب B، فأنا مضطر أعمل هذا النوع من الروتيشن بين المحاضرات حتى أعطي وأتيح الفرصة للتو جروبس اللي سجلوا للشعبتين عندي على المساق بالجدول إنهم يتواجدوا بأيام داخل القاعة الصفية. فأنت راح يكون عندك الروتيشن كل أسبوع، محاضرتي الوجاهية كانت يوم الأحد، الأسبوع الجاي بتصير يوم الثلاثاء، ويوم الثلاثاء أصلاً مسجل فيه جروب B، ويوم الأحد أصلاً مسجل فيه جروب A، فما عندك مشكلة. طيب الجروب الثاني معمول له لايف ستريمينج من القاعة الصفية، طب يوم الأونلاين شو بدي أعمل فيه؟ بجمع المجموعتين على منصة الفيديو كونفرنس اللي هي المايكروسوفت تيمز أو الزوم أو الفيديو كونفرنسينج تول اللي أنت بتستخدمها وبتدرس من خلالها محاضراتك الأونلاين. طبعاً أوتسايد الكلاس روم لأنه المحاضرات كلها مشروحة ومعمولها لايف ستريمينج، ممكن تحط ريكوردينج للمحاضرات اللي كان فيهم الوجاهي أو ريكوردينج للمحاضرات اللي كانوا أونلاين، ويفضل إنهم ينحطوا الريكوردينج إلهم as a supplementary material. الآن what if أنا ما بدي أعطي الجزء الثاني من مساقي اللي هو الإلكتروني وجاهي متزامن الحضور، بدي أعطيه غير متزامن الحضور وبنفس الوقت عدد طلابي أكبر من نصف ساعة القاعة. رح نمشي نفس الأسلوب على مبدأ الروتيشن، يعني أيام الأحد والثلاثاء ما رح يصير عليها تغيير. أنا I will explain topic 1 لجروب A، live streaming لجروب B، المحاضرة الوجاهية بالأسبوع القادم رح تصير الثلاثاء حتى أعطي مجال لجروب B زي ما حكينا بدلا من جروب A، ولايف ستريمينج لجروب A. طيب شو التغيير؟ التغيير على أيام الإلكتروني المتزامن صارت غير متزامن. أنا الآن ما بدي أعطي جزء تيوزداي متزامن الحضور، بدي أعطيه غير متزامن الحضور. طيب شو اللي بده يصير؟ الأكتيفيتي اللي كانت هون على المايكروسوفت تيمز بدها تترحل outside classroom as a video based lecture، as a video based lecture. إذن هاي الأكتيفيتي اترحلت outside للكلاس روم ونحطت على الإيليرنينج للطلاب حتى يشوفوا هذا الجزء من المحاضرة recorded. طبعا هذا النوع زي ما حكينا لما منروح للريكوردينج ومنحطه للطلاب لازم نحافظ بالجانب الإلكتروني على التيتشر بريزنس، فبدنا discussion forums، بدنا chat activities، بدنا نحدد أوقات إحنا متواجدين فيها للطلاب نجاوب على استفساراتهم على الإيليرنينج، يعني نجاوب على المسجات والاستفسارات تبعتهم طبعا ضمن جدول محدد ووقت معروف، مش أي وقت ببعث للطالب مسج أنا ملزم أني أرد. ممكن أحط أنا من النت إتيكيت أو الآليات اللي نتعامل فيها أونلاين إنه طلاب هذا المساق رجاء أي حدا عنده استفسار عن المحاضرة الإلكترونية اللي ريكوردت يسألني أيام الثلاثاء بوقت المحاضرة، يبعث لي المسج أنا بقدر أجاوب عليك بوقت المحاضرة اللي هو بطلت أعطيه أنا سينكرونس، بس ممكن أكون بجاوب على أسئلة الطلاب على ديسكشن فورم أو على الإنبوكس مسجز. إذن هذا النوع بتيح لي إنه أنا أغطي مساق بلندد مع الحفاظ على خصوصية البلندنج للأيام، إنه يكون عندي يوم فيس تو فيس
ويوم الكتروني، ولكن هذا الالكتروني اما بيكون سينكرونس او اسينكرونس زي ما حكينا بالسيناريوز. طبعا قبل ما ننتقل للقاعات الصفيه وجهوزيتها ومدى جهوزيتها والاجراءات اللي بتتم عليها حاليا، السلايدز هاي كلياتها راح تتوفر as handouts للجميع، وممكن انه هاي السيناريوز اللي موجوده بالسلايد يعتمدها عضو هيئه التدريس، طبعا يراجعها، يعطي عليها فيدباك للمركز، يعدل عليها بما يتناسب مع خصوصيه مساقه. واحنا ما بنحكي انه هاي السيناريوز بهذا الشكل لازم الكل يلتزم فيها، احنا بنطرح حل وسيناريوز ممكن اعضاء الهيئه التدريسيه يتبعوها حتى نقدر نحقق الادماج وبنفس الوقت العوده الامنه لطلابنا مع التباعد في القاعة الصفيه. فهذا يعني شرطين شوي صعبات في الفصل القادم بدنا نحاول نشتغل عليهم مع بعضنا حتى ان شاء الله نتجاوز المرحله القادمه من غير ما يكون في عندنا مشاكل في عمليه التدريس. الان موضوع القاعات الصفيه، اللجنه يعني من فتره، من ما بلشت لجنه متابعه الادماج او ملف الادماج، تم تشكيل لجان مصغره او لجنه فنيه مصغره اطلعت على السيناريوز اللي موجوده بالقاعات الصفيه، وبمشاركه من طبعا بعض الكليات اللي كانوا اوريدي عاملين استعداداتهم للمرحله القادمه، مشكورين الزملاء في الكليات، من طبعا من غير ما نحدد حتى ما يصيرش الشكر مخصص لفئه غير فئه. القاعات الصفيه في هاي الكليات او بعض هاي الكليات تم تجهيزها بدوكيمنت كاميرا اللي هي الفيجوالايزر اللي هي موجوده بهاي الصوره، وهذا الفيجوالايزر بيتيح لعضو هيئه تدريس انه يعمل انوتيشن ويشرح على الورقه، الورقه الفيجوالايزر بصورها وبيعملها ببثها صورتها للقاعه الصفيه وللايف ستريمينج من خلال المايكروسوفت تيمز او الزوم لخارج الجامعه. طبعا مش معناته انه انا بدي استخدم الدوكيمنت كاميرا لازم يكون في عندي دوكيمنت. مثلا الزملاء في التخصصات الهندسيه او طب الاسنان اللي بيشتغلوا على تراكيب الاسنان وفي عندي نموذج، ممكن امسك النموذج واحطه تحت الكاميرا في الدوكيمنت كاميرا واعمل له روتيشن واشر عليه بايدي واشرح عليه للطلاب داخل وخارج القاعه الصفيه، لانه صوره الدوكيمنت كاميرا معروضه على شاشه الداتا شو، وبنفس الوقت معروضه زي ما هي السلايدز تبعتي هلا معروضه لحضراتكم على التليفونات والديسكتوبس. طبعا من ناحيه السوفت وير، سوفت وير الزوم والمايكروسوفت تيمز راح يكون افيلبل على الاجهزه في القاعات الصفيه. النوع الثاني من الاجهزه واللي المعظم استخدمها اثناء الجائحه اللي هي الرايتنج بادز. الرايتنج بادز معظم اعضاء الهيئه التدريسيه اشتروا رايتنج بادز استخدموها، وكذلك الجامعه مشكوره اشترت بناء على طلب الكليات وطلب اعضاء الهيئه التدريسيه مجموعه من الرايتنج بادز، ويعني جاري العمل على توزيعها على الاشخاص اللي طلبوها او على اعضاء الهيئه التدريس اللي طلبوها. طبعا الرايتنج باد بتيح لي اني اعمل لايف انوتيشن واكسبلانيشن على الصوره اللي موجوده على الديسكتوب زي بالضبط ما انا بعمل الانوتيشن حاليا. فهذا يعني اذا بدي اعمل انا دائره حول المايكروسوفت تيمز بهذا الشكل، هذا بنسميه انوتيشن، ام انوتيتنج ماي سلايدز وانا بحكي عن المايكروسوفت تيمز، بس بدل ما استخدم الماوس، واحنا بنعرف صعوبه استخدام الماوس في الكتابه والشرح، بيكون في عندي بن، وهذا البن الكتروني مع الرايتنج باد. هذا البن اللي زي ما انتم شايفين هون بالصوره بايد الشخص
سلم الصوره ماسكه وبيكتب على الرايتنج باد، وطبعا بتطلع على الشاشه، فوين هو بتطلع ومركز على الشاشه بيكون عامل طبعا الكالبريشن من البدايه، و بيعمل الانوتيشن بكل اريحيه. طبعا الخبرات اللي موجوده عندكم الان يعني بتيح لكم انه مش بس تستخدموا الرايتنج باد في الفصول القادمه داخل القاعه الصفيه، بل كمان تساعدوا زملائكم من المستجدين على هذا الموضوع اللي ما استخدموه قبل هالمره، لانه تدريب الكل على الرايتنج بادز راح ياخذ وقت، لانه بده هاندز اون سيشن، ومع الظروف الوبائيه صعب نعقد هاندز اون سيشنز تكون داخل قاعات صفيه مغلقه او مدرجات. فمن خلال خبراتكم ولقاءاتكم مع زملائكم ممكن تشرحوا لهم اهم التيبس اللي مريتوا فيها و استفدت منها أثناء الجائحة لاستخدام هاي الرايتنج باد. حاليا بعض القاعات الصفية مجهزة زي المدرجات بساوند سيستم كامل، والبعض الآخر يجري العمل على شراء مايكس إلها، وبعض القاعات الصفية مجهزة بكاميرات مثبتة إما على البوديوم أو بسقف القاعة الصفية، وبتأخذ صورة من السيراميك بورد أو الوايت بورد اللي بنشرح عليه بالبن، وبتنعمل بنفس الوقت إما ريكوردينج إلها على الفيديو كونفرنس تول أو لايف ستريمينج زي ما حكينا بالسيناريوز اللي قبل. الآن جاري العمل على تزويد القاعات الصفية بهاي التكنولوجي وتركيبها. الماجوريتي فيها هاي التكنولوجي، يعني الماجوريتي من القاعات الصفية فيها هاي التكنولوجي، وفي عندنا خطة خلال السنوات القادمة إنه نجهز عدد من المدرجات والقاعات الصفية as a complete smart learning room، يمكن حجزها من قبل أعضاء الهيئة التدريس بالمستقبل اللي راغبين إنه يعطوا webinar event، محاضرة مع live streaming and so on. هذا كله شغالين عليه بخطة اللجنة بعيدة، خلينا نحكي بدناش نقول بعيدة المدى، لأنه الآن شغالين على وضع المواصفات الفنية، وراح نروح إن شاء الله لموضوع الشراء والعطاءات حسب النظم والتعليمات للقاعات الصفية السمارت ليرنينج روم، لأنه هذه الأمور مكلفة وبحاجة لدراسة وتأني. بس هاي البيسك تكنولوجي اللي قدامنا بالصورة بغالبية القاعات الصفية حالياً هي مجهزة فيها، ويمكن استخدامها من قبل أعضاء هيئة التدريس. طبعاً قاعات صفية بحالهم اللي أنتم بتعرفوا فيهم أجهزة الحاسب، تم التحديث وصيانة أجهزة الحاسب من قبل الزملاء بمركز الحاسب من ناحية تركيب SSD هارد ديسكس، وهي يعني هارد ديسك سريعة جداً، بتعطينا إمكانية أنه نطبق مواضيع الانوتيشن بهذا الشكل بطريقة سهلة، وما بتكون الأجهزة ثقيلة، بتكون تشغيلها لايتر وأسهل للاستخدام. وكذلك طبعا ماشيين بشراء المايكس وتوفيرها للقاعات الصفية حتى يقدر عضو هيئة التدريس زي هذا الكليب أو اللافي مايك اللي موجود بالسلايد إنه يضيفه أو يركبه على القميص تاعه أو الشيرت تاعه ويشرح المحاضرة حتى يكون الصوت تاعه واضح بالريكوردينج ويمكن استخدامه. رجاء أنه لا ما نمانع كمان الطلاب أو ما نمنع الطلاب من أنهم يستخدموا الموبايلات والكاميرات اللي معاهم حتى يعملوا لنا ريكوردينج لمحاضراتنا، ويساعدونا في حال لا سمح الله صار في عندنا مشكلة فنية حتى ما نقدر نتعطل. ممكن الطلاب يبلشوا معانا أثناء الشرح ريكوردينج من خلال موبايلاتهم، ويزودوا عضو هيئة التدريس وبقية الطلاب بهذا التسجيل حتى تستمر العملية من غير مشاكل. على مستوى الدعم الفني
ايضا اللجنه ما اغفلت هذا الموضوع. راح يكون في عندنا اعضاء من شعبه الدعم الفني في مركز الحاسب، وكذلك لموضوع السوفت وير اعضاء من مركز التعلم الالكتروني جاهزين بارقام هواتفهم المعلنه مسبقا للاجابه عن استفسارات وتوفير الدعم السريع لاعضاء الهيئه التدريسيه بالقاعه الصفيه وليس عن بعد، في حال لا سمح الله واجهتهم مشاكل تقنية. وبالبداية كلنا بنعرف أنه معرضين لهذه المشاكل، وزي ما شفنا ما في تكنولوجيا كاملة، وبعض الزملاء يعني علقوا ببداية الميتينج اليوم أنه إذا هذا الترينينج ب 300 ما اشتغل موضوع النتورك وظهور السلايدز، فكيف بده يتغطى الأعداد الأكبر. هذا كليات هالمشاكل إحنا نعيها وعارفينها، وما في سوليوشن كامل، يعني ما في حل تقني كامل بلاج أند بلاي ونمشي عليه. لابد إنه يكون في عندنا بعض المشاكل البسيطة، اللجنة والمراكز الفنية والإدارة تبذل قصارى الجهد إنها توفر جميع هاي الحلول لأعضاء هيئة التدريس من ناحية التكنولوجي وكذلك الدعم الفني والتدريب من مراكز التعلم الإلكتروني ومركز التطوير الأكاديمي، حتى نقدر نمشي للفصل القادم وللمستقبل إن شاء الله بخطة الإدماج من غير ما يكون عندنا أي مشاكل. أخيرا وليس آخرا، موضوع الريديزايننج للكورسز. زي ما شفنا بغض النظر عن السيناريو اللي بدك تتبعه للبلندد والأونلاين كورسز بالسلايدز السابقة، لازم يكون في عنا إعادة تصميم للمساق. لازم نحدد إيش البارتس من المساق اللي بدها تكون إلكتروني، إيش البارتس اللي بدها تنعطى على باستخدام التكنولوجي، on which technology، وهل التكنولوجي هاي accessible للطلاب ولا لا، وaccessible لعضو هيئة تدريس ولا لا، هل التكنولوجي هاي حتى لو كانت اكسسبل للطلاب هل هم قادرين يستخدموها ولا لا، هل في عندنا ريستريكشنز من ناحيه الريسورسز على هاي التكنولوجي. هذا كله بده عضو هيئه تدريس يكون من البدايه واعي له من خلال تصميمه للمساق. وايضا من ناحيه البيداغوجي، يعني الموضوع مش بس تكنولوجي، الموضوع كمان بيداغوجي. هل هدف التعليم هذا اللي انا حطيته از ليرنينج اوتكم للمساق يمكن تحقيقه من خلال آلية التدريس هاي اللي أنا اعتمدتها؟ هل التكنولوجي اللي تبنيتها بتساعد الطالب أنه يحقق هذا الهدف التعليمي ولا لا؟ And so on. هذا كله بحاجة من الجميع أعضاء هاي التدريسية اللي راح يشتغلوا بالمساقات الإلكترونية والمدمجة إنهم يعيدوا تصميم مساقاتهم بما يتناسب مع هاي الظروف. الآن واحد من أهم المودلز اللي بتحقق لي indirectly الكلام اللي أنا حكيته أو الأمور اللي أنا أشرت لها قبل قليل، موضوع الباكورد ديزاين موديل. الباكورد ديزاين موديل بيرجع التصميم من الهدف التعليمي من الآخر. أنت شو بدك تحقق بترجع للماتيريال والتيتشنج ميثود، بعكس ما يستخدم بمعظم المساقات التقليدية. المساق التقليدي من بلشو بالتكست بوك، وحتى في عندنا بعض التعليمات تشترط لكل مساق يجب أن يكون هنالك تكست بوك. من التكست بوك منبلش نحدد اليونتس، من اليونتس منحدد السلايدز، إما منعمل سلايدز أو منعتمد على الببليشر سلايدز ومنعدل عليهم، بعدين منروح للأهداف التعليمية، بعدين آخر إشي منروح للأسسمنت. وهذا المشكلة بهذا النوع من تصميم مساقاتنا، إنه أدى لظهور مجموعة من الجابس بنسميهم الالايمنت جابس. ما في الالايمنت بين الهدف التعليمي والأسسمنت ميثود أو الإيفيدنس اللي الطالب بده يورجيني إياه إنه حقق الهدف التعليمي والتيتشنج أند انستركشنال ماتيريال أند ميثود. فبصفي إنه أنا بدي طالبي يكون قادر إنه يبرمج، درسته من خلال السلايدز سنيبت للكودز، يعني ما طبق كودينج بإيده، والأسسمنت أونلاين مالتيبل تشويس، وبعد بجيب له أنا هذا السنيبت من الكود وبقول له هل هو صحيح الأوتبوت تبعه ولا لا، أو إيش الأوتبوت اللي راح يطلع منه.
فهو بيعمل تريسنج للكود بيقول لي هذا الاوتبوت تبعه، مع انه الهدف التعليمي انا مش كاتب انه تو بي ايبل تو تريس ذا كود، لا انا كاتب انه تو بي ايبل تو رايت سمول بروجرامز او كود تو سولف سمول بروبلمز يوزنج. ومرات بنحدد ولازم نحدد التول اللي بده يحقق فيها هذا الهدف التعليمي، يوزنج جافا بروجرامينج لانجويج، يوزنج بايثون بروجرامينج لانجويج. وكذلك يقاس على هذا المثال اللي أنا طرحته الآن جميع التخصصات الهندسية والعلمية والطبية. دائما إحنا أهدافنا التعليمية لازم تسبق أي عملية تصميمية. أنا إيش الطالب عندي بده يحقق؟ بناء عليه بحدد الأسسمنت، لأنه الأسسمنت هو اللي بده يرجيني الإيفيدنس إنه الطالب حقق. وآخر إشي الجزء الأخير هو الماتيريال والإنستركشنال ميثود. ولما نروح للماتيريال وهنا للبلندد ليرنينج، لما نروح للماتيريال بهمني اشوف الريسورسز، والريسورسز مش بس هل الماتيريال افيلبل ولا بالمكتبه ولا لا، بهمني اشوف هل التكنولوجي اللي بده يستخدمها الطالب حتى يتعلم هذا النوع من المساق الكترونيا افيلبل، هل هو قادر يستخدمها، وبنفس الوقت هل انا وفرت الماتيريال بطريقه اكسسبل لطلابي، هل غطت ملتي مود اوف ليرنينج، هل فيها انتر اكشن بتنوعه. هذه كلها الاسئله بتندرج تحت هاي البارت الاخيره اللي اوريدي كنا سبقناها بالاوتكمز وسبقناها بالاسسمنت اللي بدنا نجيب منه الايفيدنس. هذه تمبلت فيها اكزامبل وشرح للاليه اللي قبل. الشيء اللي لازم ينضاف عليها دائما انه اذا كنا نشتغل مساق الكتروني ايش التكنولوجي اللي انا بدي استخدمها. يعني بعد هذا البارت لازم ينضاف عندنا بارت اضافي بالبلانينج، ايش التكنولوجي اللي بدنا استخدمها انا كمدرس تو تيتش والطالب تو ليرن عليها الاوتكمز اللي مطلوبه والماتيريال المعطيه، ويعمل ماسترينج اكويزيشن للنوليدج والسكيلز المطلوبه، مش فقط نوليدج ولا سكيلز. وطبعا التريننج اللي راح نعقده ان شاء الله الاسبوع القادم ب 14 او 16 بالتعاون مع مركز التطوير الاكاديمي، وهو ورشه معتمده لاغراض الترقيه، راح نركز فيها على هذا البارت من الورشه اللي هو how to redesign our courses using the backward design model. راح نشتغل اكثر على هاي التمبلتس اللي موجوده ونحاول انه نشوف بدنا نشتغل الشغل او الكورسز تبعتنا. الان تحدي كبير ولمسناه من الزملاء موضوع سينكرونس ولا اسينكرونس، والجدل اللي احنا دائما بنشوفه على هذا الموضوع. طبعا الجدل ياتي من حرص الزميل على الكواليتي لمساقه، وليس مجرد انه فتح جدل اني انا ما بدي اطبق هذا النوع من التعليم. لا، احنا يعني مدركين انه الزملاء لما بيطرحوا هذا النوع من النقاش والجدل هو من حرصه على جودة مخرجات مساقه، وليس اعتباطا انه والله انا بدكم اياني ادرس اونلاين، انا ما بدي ادرس اونلاين، انا مش شايف الاونلاين as an approach مناسب. الان موضوع السينكرونس ليرنينج والاسينكرونس ليرنينج إلو طبعاً guidelines. متى أنا بروح للسينكرونس ومتى بروح للأسينكرونس؟ الآن هذا كله راح نعرج عليه أكثر ب السلايدز، بس دائماً القاعدة الأساسية إنه إذا طبيعة الشرح اللي بدي أعطيه أنا بالسينكرونس تتطلب يكون في عندي interaction مباشر بين الطالب والمدرس وبين الطالب والطالب وبين الطالب والماتيريال، so I'm in somehow building a community of a practice around هاي الايديا اللي أنا بدرسها أو التوبيك اللي أنا بدرسه، هون منروح أكثر للسينكرونس. الأسينكرونس أنسب للحالات اللي بدي يكون فيها اعتماد أكثر على الطالب، إنه يبذل مجهود أكثر، يدرس supplementary material، يتعرض لassessment method، ويعمل self-reflection.
يعني يشارك بديسكشن فورم، يعمل سمرايزيشن لارتكل، يجهز برزنتيشن زي هذا البرزنتيشن سلايدز، يسجل شورت فيديو 5 مينتس للبرزنتيشن تبعه ويعمل له ابلود على منصه التعلم حتى يتم تقييمه للسوفت سكيلز اللي مطلوبه من ضمنها البرزنتيشن والسبيكينج ان بابليك. هذه كلياتها من السوفت سكيلز اللي مطلوبه بالاضافه ل التكنيكال والهارد سكيلز اللي مطلوبه لمساقاتنا واللي يجب ان لا يتم اغفالها، وخصوصا انه الجوب سيكرز بيشترطوا وجودها بخريجينا، وبدنا دائما زي ما قلنا نحافظ على الجوده ونحافظ على جوده خريجنا انه يكون يملك هاي الامور. طبعا ممكن استغلال السينكرونس ليرنينج حتى يكون الاسينكرونس ليرنينج حتى يكون السينكرونس سيشنز او traditional teaching أو التعلم المتزامن أفضل. وهذا مثلا نموذج الفليبد كلاس روم بحققه من الموداليتيز اللي موجودة للبلندد ليرنينج. إذا أنا وفرت كل الماتيريال، المحاضرات تبعتي اللي أنا بشرحها recorded as a short videos منظمة على الويكس وعلى التوبكس بالإي ليرنينج وأظهرتها للطالب بوقتها الصحيح وطلبت من الطلاب إنهم يتابعوها قبل ما يجي للمحاضرة سواء كانت إلكترونية متزامنة أو وجاهيا داخل القاعة الصفية، واستغليت الأناليتكس اللي بتيجيني من الـ e-learning system من ناحية الفورماتيف assessment، من ناحية الحضور وعدم الحضور، من ناحية الديسكشن فورمز، ومن ناحية الأسئلة اللي ببعثوها الطلاب بالإنبوكس messages، هذه كلها ممكن أنا أستغلها حتى أصمم عليها activity وديسكشن داخل القاعة الصفية، وهيك إحنا منسكر الجابس اللي بيّنت عند الطلاب بمرحلة الرفليكشن والليرنينج إكسبيرينس، ومنأكد على إنه التعليم تبعنا غطى هاي الجابس اللي مطلوبة، وبالتالي طالبنا وصل لمرحلة تعلمية أفضل وليرنينج إكسبيرينس أفضل مما كان بالباسيف واي أوف تيتشينج بعيداً عن استخدام التكنولوجي. يعني لو بس هذا البارت هو يعني محفز لاستخدام التكنولوجي بالتعلم والتعليم، أنا برأيي الشخصي إنه يكفي لأعضاء الهيئة التدريسية إنه يركزوا عليه ويحاولوا يشوفوا أهميته. مرة ثانية، هذا الموديل مش ملزم، أنا مش بحكي إنه إذا بدك تدرس blended learning لازم يكون كلاسك flipped classroom، وممكن تروح للليترتشر وتشوف بعض الكورسز ما نجح فيها الفليبد classroom لأنه طبيعة المساق وطبيعة تدريسه ما بتتلائم مع الفليبد كلاس روم، ولكن ستيل التكنولوجي ممكن يتم تكييفها بناء على البيداغوجي وبناء على الليرنينج اكتيفيتي وليس العكس. اذا خليت التكنولوجي بالدرايفر سيت معناها كون اكيد انه راح يكون في عندك مشاكل بالنهايه، راح يكون في عندك مس ماتش ومس الاينمنت بين الاوتكمز اللي انت تنوي تحقيقها لدى الطلاب وبين الآلية اللي انت اتبعتها بالتدريس والأسسمنت. على العكس تماماً، أنا بعمل أدوبشن للتكنولوجي if and only if فيها added value للكورس تبعي. وهاي الكوت من دان ليفي من هارفارد يونيفرسيتي بيقول لك إذا كانوا الطلاب قادرين إنهم بطريقة مريحة يرتبوا اللوندري تبعهم أثناء السينكرونس اكتيفيتي او الليكتشر، معناته الغي هاي الاكتيفيتي وحولها لاسينكرونس. وهذا يعني بدي اختم فيه ورشتنا لليوم او الماتيريال لورشتنا لليوم، او باكد على اهميه الورشه اللي راح تعقد الاسبوع القادم. راح تركز اكثر على البارت الاخير من ورشه اليوم وإيش الآليات اللي أعضاء هي التدريس ممكن يتبعوها حتى يعدلوا على السيلبس ويعدلوا على الليرنينج أكتيفيتيز، يصمموا المساقات المتزامنة أو اللقاءات المتزامنة وغير المتزامنة وموضوع الكواليتي، وكميزة الدورة تحسب للترقية وحسب العدد. يعني نتمنى عدد حضور زي اليوم، رح نعقدها أونلاين إذا زاد العدد عن العدد اللي مسموح فيه داخل غرفة التدريب. شاكر جزيلاً لكم ولسعة صدركم لسماع
الجزء النظري من الورشه.